دير القديس البابا أثناسيوس الرسولي بقرية دير الزاوية بمحافظة أسيوط، يرجع تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي قبل ظهور الرهبنة، فكان يجتمع به العباد ويعيشون به، لذلك يعتبر أقدم دير أثري على مستوى العالم. وعند دخول نظام الرهبنة في القرن الرابع الميلادي أطلق عليه دير النساخ، لأن رهبانه اشتهروا بنسخ الكتب المقدسة والتقصية التي تخص العبادة في الكنيسة. كما سمي أيضاً بدير الرسل لأن التعاليم التي كانت تقدم على ألسنة رهبانه والكتب التي كانت تنسخ به تحتفظ بذات الاستقامة التي قدمت بها تعاليم الرسل. كما أطلق عليه الناس دير الأتل، حيث كان بداخل أسواره شجرة نبات التل، وهي شجرة ضخمة كانت فروعها وأغصانها تغطي الدير كله. وكنسياً أطلق عليه دير القديس أثناسيوس الرسولي لأنه كان من الأماكن المحببة للقديس أثناسيوس الرسولي مع دير القديس الشهيد مرمين المعلق بأبنوب، وذلك أثناء فترة هروبه ونفيه. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. دير البابا أثناسيوس الرسولي بدير الزاوية يرجع تاريخ الدير إلى القرن الثاني الميلادي قبل ظهور الرهبنة بحوالي 200 سنة، وكان بيعيش فيه مجموعة من النساك والعباد. وعند دخول الرهبنة في القرن الرابع الميلادي سمي بدير النساخ، لأن الرهبان الذين اللي كانوا بيتواجدون في الدير كانوا بيتميزوا بنسخ الكتب المقدسة، وسموه بدير الرسل لأن الآباء الرهبان كانوا بينهجوا ويسلكوا على تعاليم الرسل، وسموه بدير القتل لكثرة وانتشار نبات القتل اللي كان موجود في هذا الدير، وسموه بدير أبو شجرة، وسموه بدير زاوية العباد لأن الرهبان كانوا بيسكنوا على زوايا متفرقة بعضهم البعض. وكنسياً سمي بدير القديس العظيم البابا أثناسيوس الرسولي حامل إيمان البابا رقم 20 من بابوات الإسكندرية، لأن هذا الدير كان من الأديرة المحببة للقديس العظيم البابا أثناسيوس الرسولي مع دير القديس العظيم مارمين المعلق بأبنوب. فكان القديس البابا أثناسيوس الرسولي يأتي إلى الدير متخفياً ليعظ ويعلم ويثبت ويقوي إيمان الرهبان، وأيضاً ليحارب بدعة ميليتوس أسقف أسيوط اللي انشق عن الكنيسة ورسم حوالي 15 أسقف، وأيضاً تبع لبدعة أريوس. ورد ذكر الدير وتاريخه في الكثير من المراجع القديمة والحديثة التي تناولت تاريخ أهم الأديرة والكنائس الأثرية في مصر منذ دخول المسيحية إليها وحتى وقتنا الحاضر. ومباني الدير ترجع إلى نفس نشأته وتحاط بسور ضخم فريد من نوعه من الطوب الرملي يصل عرضه إلى حوالي 3.5 أمتار ويغلق على قاطنيه ببوابة ضخمة. ومبنى كنيسة الدير القديمة تبنى من الحجارة القديمة وتنخفض عن سطح الأرض قرابة 3 أمتار، وهي على التراث البيزنطي الشهير بالقباب.
حيث إن لها 13 قبة من الطوب اللبن، وفي الوسط هيكل فريد من نوعه بشكله الخماسي، وهو ليس له نظير على مستوى العالم، ويسمى على اسم البابا أثناسيوس الرسولي حامي الإيمان وشفيع المكان. بداخله مقصورات تزينها تيجان من الحجارة منقوش عليها زهرة اللوتس وعناقيد العنب، وبداخل الهيكل أيضاً حنيات بها مجموعة من الأيقونات الأثرية للسيد المسيح له المجد، تعلوها أيضاً أيقونات التلاميذ الاثني عشر. كما توجد بهيكل البابا أثناسيوس أيقونة للصلبوت ترجع للقرن السابع عشر، كما توجد بالهيكل أيقونة للقديسة العذراء مريم، وأيقونة للبابا أثناسيوس الرسولي من الرسم اليوناني. يوجد بالكنيسة هيكل على اسم الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي، وقام بتسميته البابا أثناسيوس الرسولي، وذلك بعد قيامه بصيامة أول أسقف الحبشة وهو الأنبا سلامة. كما يوجد هيكل ثالث على اسم القديس والشهيد العظيم تودروس المشرقي. يعلو الهيكل الأوسط حامل أيقونات من الخشب المعشوق على هيئة صلبان وقربان، أما حامل أيقونات الهيكل القبلي والبحري فهو من الطوب الملون بالأسود والأبيض. أما صحن الكنيسة فهو مقام على 4 أعمدة من الطوب الأسود ذات التصميمات القديمة، وفي ذلك إشارة إلى البشائر الأربعة. كما يحوي صحن الكنيسة بداخله لقان أثري ومعمودية أثرية يعود تاريخها إلى تاريخ إنشاء الكنيسة. توجد بكنيسة دير القديس البابا أثناسيوس الرسولي حامي الإيمان وشفيع المكان مجموعة من رفات الشهداء والقديسين للشهيد العظيم مار يرجس، الشهيد العظيم تودروس المشرقي، القديس تكلا هيمانوت الحبشي.
والدير من الناحية المعمارية المباني اللي موجودة في الدير بترجع تاريخها إلى تاريخ إنشاء الدير. فالدير كان محاط بأسوار، عرض الأسوار حوالي 4 متر، عبارة عن 7 حيطان بجوار بعضيها. كان بيحط الرهبان ما بين كل حيطة وحيطة كم من الأتربة، حتى لو فكر أحد من الرعاع ولا البربر إنه ينجب الحيطان فكان ممكن يموت ما بين الحيطان نتيجة الانهيال التراب عليها. أيضا الدير ليه بوابة ضخمة من الخارج، في أعلى البوابة موجود 3 صلبان، 3 صلبان بيرمجوا للثالوث القدوس. الكنيسة اللي موجودة داخل الدير مبنية على كنيسة أقدم، عمر الكنيسة حوالي من 550 ل 600 سنة. ما يميز الكنيسة من الداخل إنه موجود فيها مغطس، وكان بيستخدم المسيحيين في ليلة عيد الغطاس، والمغطس بيختلف عن المعمودية. وأيضا موجود في خلف المغطس لجان بنصلي فيه 3 مرات في السنة، عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل. الكنيسة مبنية على الطراز البيزنطي، لها 13 قبة، ال 12 قبة بيرمزوا ل 12 تلميذ، والقبة ال 13 بترمز لرب المجد يسوع. أيضا صحن الكنيسة مبني على 4 أعمدة بيشيروا ويرمزوا إلى ال4 بشائر. في الكنيسة موجود 3 هياكل، الهيكل الأوسط باسم القديس العظيم البابا أثناسيوس الرسولي اللي هو شفيع هذا المكان. في داخل الهيكل بنلاقي فيه هناك مكسورات وتيجانات ونقوشات مزخرفة موجودة أصلا من الكنيسة الأقدم، والنقوشات والتيجانات المزخرفة الموجودة بشكل انحنيات وأشكال هندسية جميلة. وأيضا موجود في داخل الهيكل رسومات عبارة عن عنقود عنب وزهرة اللوتس. الهيكل ده هو يعتبر من الهياكل الفريدة على مستوى العالم كله، إذ منظر الهيكل خماس الشكل، خماس الشكل. والهيكل يرمز بيشبه إلى حد كبير بالرسومات اللي موجودة داخله إلى الهيكل اللي موجود في دير القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والأنبا بيشاي. أيضا موجود هيكل من الناحية البحرية باسم القديس العظيم الأمير تودروس المشرقي، وأيضا هيكل من الناحية الجبلية باسم القديس العظيم الأنبا تكلا هيمنوت الحبشي. والقديس العظيم البابا أثناسيوس الرسولي هو أول بابا رسم أسقف للحبشة سنة 330 ميلادية باسم الأنبا فرمنتيوس أو الأنبا سلامة. والكنيسة اللي احنا موجودين فيها بتنزل تحت مستوى الأرض بحوالي 2 متر، من 2 متر ونص ل 3 متر. يعني بننزلها عن طريق سلالم. والبيوت اللي موجودة حوالين الكنيسة كانت عبارة عن جلال للرهبان. ولكن طبعا لما هاجر الرهبان الدير بعد فترة من المجاعة ونتيجة للهجوم المتكرر من البربر والرعاع، جو سكان مسيحيين سكنوا جوه الدير وهدوا الجلالي وبنوا فوقيها بيوت. البابا أثناسيوس ليه معجزات كثيرة في الدير، يعتبر من أعظم المعجزات اللي صنعها البابا أثناسيوس في هذا الدير في سنة 94. كان في هناك سيول جارفة اجتازت منطقة أسيوط الغربية، فالكنيسة دي مبنية بالطوب الأخضر اللبن ولكن مجدرة من أسفل بالحجارة. المية جت خلف الكنيسة بارتفاع حوالي 2.5 متر، يعني مفروض المية حوتت الكنيسة من كل ناحية، ومية برضو جاية من فوق عبارة عن مخرات سيول، فكان الكنيسة دي مفروض تيجي على الأرض. لكن البابا أثناسيوس وشافوه ناس غير مسيحيين، كان حوالي الساعة 1 بالليل وهو ظاهر على القبة الكبيرة وكان بيشاور المية يمين وشمال، فبعدت المية عن المكان، وكان نتيجة أن الدير لم يحصل ليه ولا أي أذى أو أي ضرر. الدير خاضع رعويا لأبرشيت أسيوط تحت رئاسة نيافة الحبر الجليل أنبا ميخائيل مطران كرسي أسيوط. والأنبا ميخائيل ربنا يديه الصحة
ويطول في عمره، بيشمل الدير دايما بالرعاية الروحية والرعاية الخدمية والرعاية المعمارية. الدير خرج آباء كثيرة كآباء كثيرين، كهنة بيخدموا في كل مكان. خرج أبونا مينا في أسيوط، وخرج أبونا ويصة وأبونا عزارية وأبونا موسى وأبونا جرجس، وكان بيخدم الدير قبل ما أنا أجي هنا أخدم الدير أبونا القديس أبونا أثناسيوس، وكان برضو قبليه أبونا حنة وأبونا بطرس. يعني الدير بعد ما هاجر الرهبان الدير خدموه آباء علمانيين كثيرين، وكمان بيخرج آباء علمانيين أيضا كثيرين. برضو الدير يحتاج إلى يعني نهضة إن الناس تعرف الدير وتجي تزوره، وتوافد عليها الرحلات من كل مكان. البابا أثناسيوس أيضا ليه معجزات مع أولاد الدير هنا. هو البابا أثناسيوس من فترة إحنا وكنا بنعمر الاستراحة الخلفية، ظهر كان في شوية مشاكل، ظهر لبعض الناس على القبة وقال لهم قولوا لأبونا الكاهن ما يخافش، كل المشاكل إن شاء الله هتتحل. وفعلا المشاكل اتحلت ببركة وشفاعات وصلوات القديس العظيم البابا أثناسيوس. البابا أثناسيوس هو البابا رقم 20 من بابوات الإسكندرية اللي لقبت الكنيسة بحامل إيمان. البابا أثناسيوس هو البابا اللي حضر مجمع نيكيا المسكون الأول، وهو كان لا يزال شماس. البابا أثناسيوس الرسولي هو البابا الذي وقف أمام أريوس وأتباعه ودافع عن الإيمان الأرثوذكسي. لذلك يقال لولا أثناسيوس لصار العالم كله أريوسيا. البابا أثناسيوس هو الذي قيل عنه العالم كله ضدك يا أثناسيوس، فقال لهم أما أنا بنعمة المسيح ضد العالم. البابا أثناسيوس هو في سن صغير وضع كتابيا، كتاب رسالة للوثنيين وكتاب تجسد الكلمة اللي تستخدم الكنيسة حتى الآن. الدير اللي احنا موجودين فيه يعتبر هو الدير الوحيد على مستوى العالم الأثري اللي باسم البابا أثناسيوس الرسولي. مفيش أديرة تاني قديمة أثرية باسم البابا أثناسيوس الرسولي. كل الكنائس اللي موجودة هي كنائس مستحدثة، وهو الدير الأثري الوحيد اللي جه زاره البابا أثناسيوس. يعني مفيش أماكن أخرى زارها البابا أثناسيوس إلا هذا الدير ودير القديس العظيم مارمينا المعلق بأبنوب. دير القديس العظيم البابا أثناسيوس الرسولي حامل الإيمان بدير الزاوية بمحافظة أسيوط، دير له طابع روحاني خاص يترك في نفوس زائريه أكبر الأثر، حيث يشتم فيه رائحة القديسين الذكية وعبق التاريخ.